versus the stage of the project اللي هي هاي الصورة الاودي 100 حكينا levels of developments بتكون من 100 ل 500 ال 100 بتكون بالconceptual 200 في السكيماتيك 300 في الكونستراكشن 400 في الشوب دروينجز مثلا 500 في الازبلت وحكينا كل واحدة من هدول النقاط ايش معناها ودخلنا فيها شوي ديب. كان في سؤال المحاضرة الماضية ايش الفرق بين الconceptual stage والسكيماتيك stage from a student point of view versus a professional point of view. هلا بالنسبة للطلاب الconceptual الconceptual هي اول phase اصلا بالresearch اصلا او بالdesign هي اول phase للstudent والprofessional اصلا. فالstudent عندهم بتكون الconceptual هي عبارة انه زي انا خلاصة البحث اللي هم عملوه والافكار اللي هم شافوها وكل الresearch هذا الطويل هم هذا اللي عملوه وهذا هم بيشوفوه الconceptual design. فتلك ما بيروحوا للschematic design ببلش يرسموا انا بسميه بصراحه الون وان لاين بلان اللي هم بلشوا يشوفوا كيف البلان بلش يطلع معهم بطلع وان لاين بلان بيطبقوا الايديز اللي هم لاقوها. تمام. البروفيشنال الكونسبتوال ديزاين يعني بيفرجوا الايديز تبعتهم للكلاينت. تمام. والسكيماتيك ديزاين لما بيفرجوا يبلشوا يفرجوهم مخططات مش انه بس يفرجوهم 100% مخططات كاملة 100%. طيب خليني أنا أحكي إيش الفرق بين الconceptual versus the schematic from the student point of view and the professional point of view from my experience and background. هلا الconceptual للstudents راح أحكي برضو على طريقتين. الطريقة الأولى إنه what the student thinks what is the real life situation. هلا الconceptual بالنسبة للstudent from his point of view إنه what are the thoughts اللي مرت في بالي reflected بكلام what is my concept, my concept is blah 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 converted into architecture if I do this and this and that. هلا what is the real life خلينا نحكي إنه for the student it might be خلينا نحكي إنه graduation student هو الفصل الأول من السنة الخامسة اللي هو الثيسز لحتى يوصل لعند الكونكلوجن اللي هو الفصل أو الشابتر الخامس من الثيسز الكونكلوجن اللي هي his concept and analysis and case study conclusions reflected on his plot أو on his site بسكتشز بسيطة. لهون الستيودنت يحكي يعطيني العافية ممكن يبدأ يحكي شوي بالشكل يمكن. هلا الكونسبشوال بالنسبه للبروفيش او خلينا احكي السكيماتيك للستودنت كمان السكيماتيك بالنسبه للستودنت انه تو ستارت الوان سنجل دياجرام فيرسز الجي جراف اند بابل دياجرامز تو بي ريفلكتد على البروجكت تبعه ويطلع بدروينجز خليني احكي سكتشز للبروجكت تبعه. ولهون الستودنت بيحكي انا خلصت السكيماتيك ديزاين بيروح بعديها الستودنت بيحكي اذا بده يدخل في الديتيل ديزاين فهو بيطلع شكل المبنى تبعه تمام وبرسم له البلانز وبيعتبرها هاتش اسود ذاتس ات مع وجود الاوبننجز وبيعمل هالسكشن والاليفيشنز وهون بالنسبه له هو سلم ديتيل ديزاين للستودنت. هلا بعد هيك طبعا خلص خلص البروجكت بالنسبه للطلاب. هلا في الريل لايف سيناريو مش هيك بيمشي الموضوع. في الريل لايف سيناريو الكونسبتشوال هو all the ideas and thoughts from all the stakeholders سواء كانوا كلاينتس او جنرال مانجرز او بوسز او architects او interior designers او whatever الناس اللي لها دخل بالديزاين كل الثوتس هاي to be implemented on papers reflected على السايت as per the context conditions والcontrols والمحددات كلها الموجودة في السايت تبعي الconstraints الموجودة كلها reflected on papers او على الكمبيوتر وبالconceptual phase انا بطلع ب my design which means I show the look and feel of the project how it looks. و usually بالconceptual ممكن كمان نطلع بالمخططات secation elevations لانه البروجكت it should show how it looks. yeah بالconceptual انا هيك عم بسلم concept design. هلا لما اروح على الschematic في الschematic design انا I can get
a set of drawings بقدر اخذ عليها في الاردن مثلا ايش اسم الموافقه المبدئيه على البروجكت في الحياه، يعني بروح بسلمه للنقابه او البلديه او الاثوريتيز باخذ عليه الموافقه المبدئيه. فانا سلمت بلان بروبر بلان اند بروبر اليفيشن اليفيشنز سوري بروبر سيكشنز سايت بلان، هيك هدول الاركتكتشرال دروينجز الرئيسيه، هدول مطلوبين للموافقات المبدئيه which is the schematic design. وممكن في السكيماتيك ديزاين ابلش كمان افرج شويه انفورميشن بريسايزد قد ايش السايز تبع السبيسز بالضبط. فهذا البروفيشنال لايف ستايل. هلا وهون بالمرحله الثالثه بلش ديتيل ديزاين، خلص يعني ثبت البروجكت، اذا البروجكت في السكيماتيك ديزاين اخذ الابروفلز خلص بعد هيك ما راح تغير ولا سبيس. بعديها ببلش السيرفيسز على السبيسز سواء ام اي بي او اي سيرفيس ممكن تنضاف او الديتيلز تبعت الاركتكتشر، والديتيلز تبعت الاركتكتشر بالنسبه للستودنت انه يفرجيني شو اللايرز الموجوده في الجدار. ما في اي تغيير؟ لا، يفترض اذا ثبت السكيماتيك ديزاين بكتاب رسمي من الكلاينت انه خلص ات از ابروف، بعد هيك الكلاينت ما له الحق انه يغيره، اذا غيره بيدخل في شيء اسمه فاريشن اوردر، واذا دخل فاريشن اوردر يعني بده يدفع مصاري على التغيير. طب سؤال، انا هلا از كلاينت وافقت واعطيته الابروف وبلشوا ينفذوا، بس اجى ينفذ مثلا انه والله صارت مشاكل بالعائله، وانه انا مثلا هلا انا اذا انا مثلا شايف انه التغيير تبعك از كريتيكال وات افكتس التايم سكيدجول تبع البروجكت وات كوستس مي تايم اند ماني، انا بعمل ايش اسمه فاريشن اوردر. الاوردر هذا بيعطيني انا الحق اني انا اخذ فلوس على التغيير هذا، او بيعطيني ability انا اخذ ايش اسمه time extension. time extension بيعطيني انا ability اني انا اتأخر على قد ما بتعطيني وقت هذا التغيير وانا اللي بطلبه، وباخذ الكوست تبعي لزيادة على البروجكت. وبعد السكيماتيك لازم انا ادخل بايش اسمه detail design which is اللي بعده بنهايته بوصل لليفل اوف ديفلوبمنت 300، تمام. بعديه طبعا انا بالديتيل ديزاين خلص الاشياء ثبتت ما راح تتغير، بس بعديها بدخل للكلاينت بحكي له انه انا الباب اللي بدك تجيب لي اياه هو الباب كذا في كذا في كذا لونه كذا من المكان الفلاني، الغرفه هاي بده ينحط فيها العفش الفلاني والى اخره، الجدار هذا هو مواصفاته هيك وهيك وهيك. فانا بدخل بديب اكثر، خلص ديتيل ديزاين كل التفاصيل اللي انا بحتاجها، اذا كان في عندي كلادنج كيف الكلادنج بده يركب من وين بده يجي، اذا في عندي ريزد فلور مثلا، عندي مسرح، عندي كذا، كل التفاصيل المطلوبه. هلا للاسف في الاردن في معظم الاحيان سواء خصوصا في البروجكتس التجاريه بيجي بيمسك هالديتيلز كوبي اند بيست من بروجكت لبروجكت وما حدا بتطلع عليهم. هلا لا، في الريل لايف سيناريو اللي هي البروجكتس اللي بتحترم حالها، عندنا في قطر هون مثلا، في قطر ممنوع احط تفصيله مش موجوده في البروجكت، يعني ما في انه لوحه التفاصيل كوبي اند بيست، لا، لوحه التفاصيل انا بدي احط تفصيله الشباك اللي محطوط في هذا البروجكت، اذا الدبل جليزد تريبل جليزد، لون القزاز كم، اليو فاليو تبعت الجلاس كم، الارضيه المستخدمه كذا، توصيفها كذا. طيب خلصنا من هذا الموضوع، عرفنا شو الفرق بين كونسبشوال سكيماتيك، حكينا كمان انه هاي الصور من الكومون ايمجز اللي ممكن نلاقيها اللي تبين لي الفرق بين ليفل اوف ديفلوبمنت اللي في البروجكتس سواء كان اركتكتشر انتيرير ستراكشر، وحكينا عنهم versus الستاندردز الموجوده في الحياه. رحنا بعديها على ربط ليفل اوف ديفلوبمنت versus الدايمنشنز اوف بيم، وحكينا انه في كل مرحله من مراحل الدايمنشن المطلوب، يعني اذا رحت في ال 3 دي اي ليفل اوف ديفلوبمنت انا بشتغل، في ال 4 دي اي ليفل اوف ديفلوبمنت انا بشتغل، وهذا الكومن براكتس او الستاندردز خلينا نحكي، ممكن في البروجكت اللي بشتغل فيه ينطلب اعلى من هيك او اقل من هيك ويعتبره 4 دي مثلا، هذا حسب الكلاينت تبعي قديش هو النولج الموجود عنده وقديش انا وياه بنتفق. دائما الديبيت بيصير انه الكلاينت بده اكثر بفلوس اقل، ودائما الكونسلتنت بده يعطي بالفلوس المدفوعه، يعني بدهش يخسر برضه. فهون لما يوصلوا خلينا نحكي للنقطه المشتركه بين الكلاينت والكونسلتنت اللي جاي عليها، بيطلع انه والله انا معتبر هذا 4D وبدي اخذ فيه ليفل اوف ديفلوبمنت هذا، فهذا اللي بيصير. يعني يوجوالي الليفل اوف ديفلوبمنت 100 بيكون هو البري سكتشز اللي انا بدي اخلي الزبون يقتنع اني انا جود كونسلتنت، فسعرها بيكون يعني بالارض، او مرات ممكن ناس تعملها وخلص بتتغاضى عنها، تمام. هلا بعدين بلش ليفل اوف ديفلوبمنت 200 اللي انا بحكي فيه اللي هو الكونسبشوال سكيماتيك والى اخره، هون بصير بدك تدفع ككلاينت، خلص انت وقعت معي الكونتراكت تبعك
ويو نيد تو شو ذا داون بيمنت او السكند بيمنت المطلوبه. نروح هيك على البيم ستاندردز. ما حكينا كثير في البيم ستاندردز بس حكينا انه it should cover everything within the project تبعي starting من الديزاين going للبيلد then للاوبريشن اوف ذا بروجكت، وانها تشمل كثير اشياء مثل الدوكيومنتيشن مثل او خلينا نحكي من الكونسبشوال ديزاين للديتيل ديزاين للاناليسيس going to documentation and blah 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 اللي هو what are the standards اللي لازم تمشي عليها.